السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المحاضرة الماضية كنا وقفنا على تقريبا بداية شروط البيع، شروط البيع ذكرها الفقهاء ويعني عددوها، قالوا هي سبعة شروط، بعضهم قال إجمالا هي خمسة، وعلى التفصيل هي سبعة شروط. وعلى كل حال يعني نبدأ الكلام فيها إن شاء الله تعالى تفصيلا. الشرط الأول، أن يكون البيع وقع عن تراضي من العاقدين، عز وجل لا يرد الآن لا تأخذ أمانة البيع في الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كما ثبت في الحديث الصحيح إنما البيع عن تراض، لهذا لا يجوز بتاتا أن يقع البيع عن إكراه. ما معنى قولنا لا يجوز أن يقع البيع عن إكراه؟ يعني أنه لا يجوز أن يكره الرجل على بيع ماله إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الإكراه بحق. متى يكون الإكراه بحق؟ يكون الإكراه بحق إذا في حالة ما إذا أفلس شخص لم يستطع سداد دينه وأمره الحاكم سداد، رفع الغريم أمره إلى الحاكم، رفع عليه قضية وأمره الحاكم بالسداد، فقال ليس عندي وفاء، فطلب منه الحاكم أن يبيع شيئا من أمواله والأغراض التي عنده حتى يسدد للغرماء بينهم، فرفض. فللحاكم حينئذ أن يتدخل فيحصل على عليه في التصرف في أمواله، ثم يبدأ شيئا فشيئا يبيع ما لديه، سواء كانت من عقارات أو منقولات وغيرها، يبدأ في بيعها شيئا فشيئا رغما عنه حتى ولو من غير إرادته ورضاه، لأن هذا الموضع لا يشترط فيه الرضا، يجوز فيه الإكراه، لأن الإكراه هنا بحق، الإكراه على البيع وقع بحق. فإذا استوفى الحاكم يعني من البيع ما حقوق الغرماء حينئذ، فإنه يفك الحجر عنه ويعود الحكم إلى أصله من جهة أنه لا يجوز التصرف في مال هذا الرجل إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في قضية الحقوق، قال لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. لما سأله بعض الصحابة قال يا رسول الله ولو كان طبيبا من أراك؟ قال نعم، ولو كان طبيبا من أراك. لأنه لا يتساهل في قضية الحقوق، يعني بعض الناس يعني عنده تساهل في قضايا الحقوق، حقوق الناس، ومن جهة الحصول عليها، من جهة الاستهتار بها، من جهة إتلافها ونحو ذلك، هذا لا يجوز حتى ولو كان قضيبا عود بسواك، ولو كان عود بسواك في سواك ريال أو أقل من ريال، إذا يجوز أحيانا ما يسوى الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى ولو كان قضية من الأراك لا يجوز الاستهتار بحقوق الناس حتى لو كان حبة شعير. الشرط الثاني أن يكون العاقد البائع أو المشتري جائز التصرف، أن يكون العاقد
أو أن الإنسان كان البائع أو المشتري، إطلاق العاقد على البائع وعلى المشتري، إطلاق البائع مسألة العاقد على طرفي، على طرفي العقد، على البائع وعلى المشتري، أن يكون جائز. ما معنى قولنا جائز التصرف؟ يقول جائز التصرف هو مستمر على ثلاث صفات: أن يكون عاقلا، بالغا، حرا، رشيدا. يكون عاقلا بالغا، عاقلا بالغا هو وصف واحد لما يسمى المكلف، أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، هذا وصف. أن يكون حرا معنى لا يكون مملوكا، وأن يكون رشيدا معنى أنه يحسن التصرف في المال، أن يكون رشيدا معنى أنه يحسن التصرف في المال. الشرط الثالث أن تكون العين المعينة المعقول عليها مباحة النفع من غير حاجة، تكون مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين المعقول عليها مباحة النفع من غير حاجة. وهذا الشرط يخرج ما لا نفع فيه مطلقا مثل الحشرات، لا نفع فيها أبدا ولهذا لا يجوز بيعها. يخرج أيضا هذا الشرط ما فيه نفع ولكن نفعه محرم، مثل لحم الخنزير، مثل الخمر، آلات اللهو. وقوله هنا من غير حاجة يخرج ما يباح لحاجة ويحرم لعدم هذه الحاجة. يمثلون لذلك بماذا؟ يمثلون له ب كلب الصيد. النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب، قال من اقتنى كلبا نقص في كل يوم من أجله قيراط أو قيراطان، فيدل على تحريم اقتناء الكلب. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب الصيد، وفي رواية إلا كلب المعلم، في رواية إلا كلب الصيد وكلب الحرث. واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد يدل على إباحة اقتنائه، لكن إباحة اقتنائه خاص بمحال الضرورة، خاص بمحال الحاجة، خاص بمحال الحاجة، أي أنه أبيح لحاجة الصيد، أبيح لحاجة الحراسة، أبيح مثلا لحاجة الاستعمال في الجمارك، أبيح لحاجة استعماله في بعض الأقسام البوليسية، كشف المخدرات مثلا وكشف المتفجرات، فهذا يباح لحاجة. هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ قالوا إنهم يعتبروا ما لم يصح بيعه، لا يعتبر هذا الكلب ما لم يصح بيعه، فلا يصح بيعه، إنما يجوز اقتناؤه فقط دون جواز بيعه، دون جواز بيعه. أيضا الفقهاء يطرحون بعض القضايا مثل قضية مسألة بيع الهر، قضية بيع الهر هل يجوز بيع الهر أو لا. هو طبعا بالرجوع إلى الشرط، قالوا أن العين لابد يكون لها نفع، وأن يكون هذا النفع مباحا، وأن تكون هذه الإباحة مطلقة وليست مقيدة بحال الحاجة. هل يجوز بيع الهر؟ وفي رواية يعني بعضهم يسمي الهر السنور، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هو هذا محل خلاف، محل خلاف بين حتى بين الصحابة. يعني روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن ثمن الكلب والسنور. والحديث صريح في تحريم بيع الهر، وبه أفتى يعني جملة من الصحابة، وهو أيضا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقد وافق الحديث الصحيح الوارد في ذلك.
أما مجرد اقتناء القطط والهرة دون بيعها، فإن اقتناءها لا، اقتناءها جائز بالإجماع، اقتناؤها جائز بإجماع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، هل هي نجس، هل تعتبر نجسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة هذا اللقب أبو هريرة، لأنه كان يصاحب هرا يأكل معه أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هرا هي ليست بنجسة، وبالتالي إنه يجوز اقتناؤها، إنه يجوز اقتناؤها. بعض العلم يفرق بين السنور والقط، يقول السنور نوع آخر غير القط، السنور الوارد في الحديث ليس هو القط، وبعضهم يقول هو شيء واحد، والله تعالى يعني أعلم بالصواب. لكن ما ورد عندكم في منهج أو في حلقات المسجلة التي بثت إليكم، وهي المنهج المطلوب. يعني كثير من الطلاب يسأل ما هو المنهج المطلوب. المنهج المطلوب ما في الحلقات المسجلة، المنهج المطلوب هو ما في الحلقات المسجلة، ما في الحلقات المسجلة. و يعني بعض الطلاب يعني جزاه الله خير يعني قاموا بتفريغ هذه المحاضرات المسجلة في مذكرة وزعها على زملائهم، انتشرت بين الزملاء. فإذا كانت فعلا مطابقة لما في المحاضرات المسجلة فهي يعني سديدة بإذن الله عز وجل، وهي يعني التي أن بين يدي منها تقريبا هي عبارة عن 109 صفحات، عبارة عن 109 صفحات تباع في دار نبراس، تباع في دار نبراس، هذه 109 صفحات تقريبا، وأظنها والله تعالى أعلم شاملة للمنهج المعتمد. ولهذا يعني إن أحببتم اعتمدناها لتكون هي المنهج المعتمد، لأنها مطابقة للمحاضرات المسجلة، لأننا مطلوب منا في اللقاءات الحية أن يكون الشرح في إطار المحاضرات المسجلة، وضع الأسئلة في أيضا من المحاضرات المسجلة. فإذا وجدت محاضرة مسجلة مفرغة في مذكرة فأسهل، لا شك أنه أسهل على الطلاب، وهو المهمة أكثر من ذي قبل. ليس لها اسم معين، ليس لها اسم معين، وإنما يعني عنوان فقه المعاملات المالية وعقود المعاوضات في دار نبراس. يمكن تطلب في المستوى والمقرر، يعني حكي العرض. يمكن أيضا يتداولها بعض يعني بعض زملائه، يمكن أن إنشاء أن يضعها في منتدى، يعني إن كانت توزع على شكل بي دي إف أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. يعني المنتديات التي فتحت لكم إنما جعلت لمثل ذلك، إنما جعلت منتديات لمثل هذا التبادل العلمي المحمود. الشرط الرابع يكون المبيع مملوكا، أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. المراد يعني كونه مملوك هذا واضح، هذا واضح. أما كونه مأذونا له، المراد مأذون له مثل الوكيل ومثل الولي ونحوهما. وهذا الشرط هو من الأهمية بمكان، وقد يقع الإخلال به في بعض الأحيان في الوقت الحاضر. استدل أهل العلم بهذا الشرط بقوله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والأصل أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره بماله بغير إذنه. ويدل على هذا الشرط حديث الحكيم بن حزام المشهور، الذي عندما يعني حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه يأتيني الرجل فيسأله من البيع ما ليس عندي فأبيعه ثم أشتريه له من السوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك، أي لا تبيع ما لا تملك.
أي لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، مع ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال أحد إلا بطيبة من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك سئل، قيل له يا رسول الله ولو كان قضيبا من أراك، يعني حتى لو أخذ من صديق أو من زميل أو من شخص قضيبا من أراك، هل سيأخذ قبل نفسه ولو كان قضيبا من أراك؟ يعني لا تأخذ هذا القضيب من أراك ما لم يكن صاحبه قد أذن لك وطابت به نفسه. وفي هذا يعني من التشديد والوعيد الشديد في يعني على التهاون بالعقود الشيء العظيم. طبعا أهل العلم بنوا على الشرط أن من تصرف وتصرف من تلقاء نفسه، فذهب وباع شيئا لغيره، فذكروا أنه إذا لم يرضى صاحب السلعة بهذا العقد فإن بيعه لا يصح بالإجماع. يعني شخص مثلا لو كنت أنا واقف أنا وزيد من الناس، فأتى زيد وباع سيارتي أو باع أرضي أو باع أي شيء أملكه، وأنا لم آذن له، لم أعطيه إذن مسبقا بالبيع، فلما باع لم أرضى بهذا البيع، فهل يتم هذا البيع؟ الجواب لا يتم، الجواب لا يتم هذا البيع، لأن المالك لم يجز هذا البيع ولم يقم به المالك، هذا العقد لم يصدر من مالك ولم يقوم مقام المالك، يعني لم يصدر من مالك الذي هو أنا، ولم يصدر ممن يقوم مقام المالك ولم أوكله وليس وصيا علي ونحو ذلك، فلا يصح هذا العقد. لكن الفقهاء يطرحون مسألة وهي ماذا؟ وأرجو التركيز معي في هذه المسألة، الفقهاء يطرحون مسألة وهي ماذا؟ أنه إذا جاء زيد من الناس وحرج على سيارتي، قام يشتري السيارة وباعها، باع السيارة بثمن أنا لم أحلم أن أبيع هذا الثمن في يوم من الأيام، فقال تراي بعت السيارة، أنا بعت هذه السيارة، قلت بكم؟ قال بعتها مثلا ب50، وأنا لم أكن أحلم أن أبيع هذه السيارة ب30، قلت خلاص قد أجلت هذا البيع، قلت بعد أن حدث العقد وانتهى قلت قد أذنت لك في هذا البيع، ما حكم هذا البيع؟ الفقهاء مقسمون في حكم هذا البيع على قولين. قول يقول إن هذا البيع غير صحيح وباطل، لماذا؟ لأنه صدر من شخص ليس مالكا ولم يقم مقام المالك، ليس معه وكالة وليس وصيا على المالك، هذا العقد باطل لأنه صدر من غير أهله، يعني صدر من غير مالك ولا من يقوم مقامه. والقسم الآخر من الفقهاء يقولون هذا الكلام صحيح، لكن لما أذن المالك صححنا هذا العقد، لأنه عندهم قاعدة يضعونها يقولون الإجازة اللاحقة في الوكالة السابقة. لماذا؟ قالوا لأن الحق لا يعدو المالك، أليس للمالك الحق أن يقول لا آذن بهذا البيع؟ أليس للمالك الحق أن يقول من فوضك ببيع هذه السيارة لم آذن لك بالبيع ولا أجيز هذا البيع؟ نقول بلى. فإذا كان له الحق أن يقول ذلك أيضا له الحق أنه يرحب بهذا البيع وأنه يأذن فيه. ويستدلون على ذلك بأدلة، من أشهر هذه الأدلة ما يستوى عند الفقهاء وحديث عروة ابن الجعد البارخي رضي الله عنه ورحمه ورضي عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. عروة ما قصته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا، قال خذ هذا الدينار اشتر لنا بهذا الدينار شاة. فأخذ عروة
الدينار وذهب إلى السوق وهو يعني بحكم أنه من الحاذقين في البيع والشراء، ما الذي حصل؟ اشترى بهذا الدينار شاتين، اشترى بهذا الدينار شاتين، وفي الطريق وهو قافل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باع إحدى الشاتين في الطريق بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا واحدا، اشترى به شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فأصبح معه الآن وهو ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه في يده دينار ومعه شاة ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ديناركم وهذه شاتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بذلك واغتبط بهذا العمل ودعا لعروة، ودعا لعروة أن يبارك الله عز وجل له في صفقة يمينه. قالوا إن عروة أصبح إذا تاجر بأي تجارة يربح فيها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو باع الترابة ربح فيه. الشاهد من ذلك أن عروة خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، يعني قالوا اشترى بها الدينار شاتا، اشترى بها الدينار كم؟ شاتين، ما اشترى شاتا واحدة. وأيضا أيضا هناك مخالفة مركبة، أنه باع إحدى الشاتين بدينار، من أذن له بيع إحدى الشاتين؟ لم يكن هناك إذن سابق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإذن بعد ذلك، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقع سابقا أو وقع لاحقا لفعل عروة، وقع لاحقا لفعل عروة، ففيه دليل على أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فيه دليل على أن الإجازة اللاحقة التي حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم كالوكالة السابقة. فإقرام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تصرف الفضولي إذا باع واشترى دون إذن المالك ثم أذن له المالك بعد ذلك أن التصرف صحيح، لكن لو لم يأذن المالك يكون تصرفه باطلا غير صحيح. عودا على عنوان الشرط الذي معنا، الذي هو أن يكون البيع صادرا من مالك أو ممن يقوم مقامه، يذكرون في هذه القضية مسألة معاصرة، وهو أن شركات البيع والتقسيط وأحيانا بعض الأفراد يقومون ببيع ما لا يملكون، يعني مثلا أنا أريد الآن أريد نقدا، أريد نقودا، أحتاج إلى نقود، والحق أن لا أجد من يقرضني قرضا حسنا، لكن أجد من يبيعني بأجل، وأذهب أخذ هذه السلعة وأبيعها بثمن حال فأستفيد من ثمن هذه السلعة. فالحاصل في الآن في الأوقات المعاصرة أن كثيرا ممن يمتهن البيع بالتقسيط من الشركات أو من الأفراد أو من المؤسسات، ماذا يصنعون؟ أنهم يتفقون مع يعني أنه يأتي إليك ويقول تقول الله أنا أريد السيارة الفلانية، السيارة التي ماركتها كذا ونوعها كذا وهي موجودة في المعرض الفلاني، يقول خلاص أبيع عليك هذه السيارة، يقول صاحب الممول يقول أبيع عليك هذه السيارة ب60,000 ريال على أن تسدد 60,000 ريال على مدى 5 سنوات أو على مدى سنتين أو على مدى سنة واحدة، المهم أن هذا الثمن مؤجل حتى يحصل على التمويل. ثم ماذا يصنع الذي باعك هذه السيارة؟ يذهب إلى المعرض ويشتري السيارة ويبيع السيارة عليك. السؤال هل باع ما كان يملكه أو باع ما لم يملك؟ الجواب باع ما لم يملك، باع ما لم يملك، إنما حصل الملك بعد أن حصل البيع، باع ما لم يملك. فهو ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. ولهذا ينبغي أن هذه المؤسسات والأفراد
يحرصون على تطبيق الأحكام الشرعية، يتعلمون ما تصح به معاملاتهم من الأحكام الشرعية، يعلم أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا حتى يتملكه، لا يجوز له أن يبيع شيئا ما لم يملكه، فإذا ملكه واستقر ملكه عليه يبيع هذا الشيء أو يبيع جزءا منه أو نحو ذلك، حتى يعلم يعني حتى يكون أيضا من جهة، يعني لأنه لا يجوز أن يبيع، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. هو يحدث كثيرا في شركات التقسيط والتمويل. لماذا يحدث هذا؟ يعني السؤال بعض قد يسأل يقول لماذا يحدث؟ لماذا يحدث هذا الذي يعني تفعله شركات التقسيط والتمويل؟ طبعا هذا محرم، يحرم أن يبيع ما لا يملك، يحرم أن يبيع ما لا يملك. إذا أردت من أريد منه أريد سيارة، أقول أريد السيارة الفلانية عند الشركة الفلانية، فيقول خلاص أبيعها عليك ب 100,000 ريال، ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها بثمن الحال، ثم يسلمها لك. يعني يحدث البيع قبل أن يشتريها. الواجب ماذا؟ الواجب أن يذهب إلى المعرض ويشتري هذه السيارة ويتملكها تملكا صحيحا وينقلها إلى ملكه، أو ينقل على الأقل بطاقة الجمركية تكون معه، ثم يقول هذه السيارة اشتريتها، تشتريها مني؟ فيقول عمي نعم أشتريها منك. هل ترى الله اشتريتها ب 60,000 ريال حالة كاش، وأريد أن أبيعها عليك ب 80,000 ريال، تسدد 80,000 ريال بعد سنة، لا حرج في ذلك، لا حرج أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحالي، بل من طبيعة البيع المؤجل أنه يكون أعلى من الثمن الحالي. يعني لما يعطيك الكاش الآن ليس كمن يعطيك النقد بعد سنة من الآن أو بعد سنتين، لا شك أنه لا يستويان، لكن ينبغي أن يكون البيع باتا يتفقان على ثمن معين، بعد اتفاقهم لا يزيد هذا الثمن ولا ينقص. فيقول خلاص أنا اشتريت السيارة هذه من عند الشركة الفلانية ب 50,000 ريال كاش، أعطيتهم كاش الآن، تملك هذه السيارة الآن عندي أو بطاقة الملكية معي. يقول كيف في قبض البطاقة الملكية ثم القبضة الحكمية، قبضت البطاقة الملكية ثم قلت له السيارة معي، تريد أن تشتريها؟ يقول نعم. أقول سأبيعها عليه بحكم أن وقت المرابحة ليس يعني طويلا، بعد سنة من الآن أبيع عليك ب 60,000 ريال، تسدد لي هذه 60,000 ريال كاملة بعد سنة أو مقسطة على أشهر. فإذا اتفقنا على سعر معين فلا يجوز أن أزيد عليه في الثمن بعد ذلك، يعني قد يتأخر في السداد، قد يماطل إلى آخره، لا يجوز أن أرتب عليه أي عقوبة مالية تزيد من هذا الدين. إذا ثبت الدين في ذمته يبقى في ذمته حتى يسدده، ولا يجوز أن يعاقب. لا ما يعتبر، لا يعتبر هذا ربا، هذا لا يعتبره. أنا سأجيب على أسئلتهم جميعا اللي يسألون الآن في الأسئلة. طبعا يا إخوة أنا أعتذر منكم اعتذار شيء، لا يمكن أن أفتح الشرح العام أو النقاش العام هنا، لأنه يحدث شوشرة عظيمة يعني تنتهي معها المحاضرة كما جربت مرارا، ولا نخرج بفائدة في نهاية المحاضرة، نهاية المحاضرة لا نخرج بفائدة، وإنما يعني كما قلت لكم سابقا الأسئلة تطرح في المنتدى ثم نجيب عليها أثناء اللقاء الحي، لأنه يكون أكثر فائدة من قضية أن يفتح النقاش هنا ثم لا نخرج بفائدة. طبعا الأسئلة تأتيني هنا على الأثير الخاص، فأنا سأجيب عليها الآن بعد قليل، سأفتح مجال الأسئلة، ويمكن بقي الآن تقريبا ربع ساعة نحاول نجيب على كل الأسئلة التي وردت معنا الآن. طيب أنا سأخذها واحدة واحدة. يقول هل في منهج أو شرائح؟ طبعا المنهج كما قلت لكم، المنهج هو المحاضرات المسجلة المرسلة لكم من قبل العمادة، والعمادة تشدد وتؤكد مرة بعد مرة على أن المنهج المطلوب هو المحاضرات المسجلة، والمحاضرات المسجلة ينبغي للطالب أن يثني الركب عند هذه المحاضرات المسجلة، يبحث عن وقت مناسب له،
إذا ما دام أنه ألزم نفسه بالدراسة فينبغي أنه يتحمل تبعات هذه الدراسة، لا تبعات في والتعب ليس شديدا، يعني يبذل شيئا من الجهد ليحصل على يعني العلم على ذلك. لا يمكن يدرك هذا العلم ما لم يبذل شيئا من الجهد. فيعني لا بد من مراجعة محاضرة مسجلة ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث بل أكثر من ذلك حتى يستوعب ما فيها. طيب ولا حرج أيضا أن تكون معه هذه المحاضرات المفرغة حتى يتأكد أن ما في المحاضرات المفرغة مطابق لما في المحاضرات المسجلة لما في المحاضرات المسجلة. طيب السلام عليكم دكتور، مادة طويلة ركز أنا على المهم الله يسعدك، كلها مهمة كلها مهمة. هذه الكويزات ممكن وضع كويزات لطلاب التعليم عن بعد، أنت وضع. طيب هنا نعم يعتبر تفريغ المحاضرة في قصص مذكرة من تقريبا 109 صفحات، أنا حقيقة جربتها أكثر من فصل دراسي فوجدت أنها تقريبا مطابقة للمحاضرات المسجلة. الطلاب الترم الماضي يشتكون من صعوبة الأسئلة، سأعلق على هذا إن شاء الله لاحقا. الطلاب يشتكون من صعوبة الأسئلة مع أن الأسئلة أخذت من المنهج بعضها نصفا، أخذ من المنهج نصفا، يعني ما فيه سؤال خرج من المنهج، سؤال واحد خرج. لكن ما الذي اعتاده الطلاب؟ اعتاد الطلاب على أنهم يذهبون إلى المكتبة ويأخذون أسئلة الأعوام الماضية ويكتفون بمذاكرة الأسئلة على أساس الأسئلة كلها ستأتي من الأسئلة المكررة هذه. فالعمالة تؤكد على هذه القضية، تقول إياكم أن تأتوا بأسئلة مكررة، إياكم أن تعيدوا أسئلة الأساتذة السابقين، لأن هذا يجعل الطلاب يتواكلون ويتكلون على الأسئلة ولا يذاكرون. فأنا فقط الذي صنعته هو أني أتيت بأسئلة جديدة من المنهج نفسه، لم أخرج عن المنهج قيدة أمره، لم أخرج عن منهج قيد أمره، ولكن الطلاب استنكروا لأنهم فعلا يعني كانوا يعتمدون على هذه القضية سنوات على أسئلة سابقة، فبطبيعة الحال سيشتكون من صعوبة الأسئلة لأنها أتتهم من موضع من حيث لا يحتسبون. ما كيف نفعل الرسائل؟ ما فهم كيف نفعل الرسائل؟ ما أدري المهمين معتمد ذلك. نعم هذه تعتبر المذكرة عبارة عن 109 صفحات، تعتبر رسالة معتمدة كافية، بس لا بد من مراجعة اللقاء الحي. اللقاء الحي يعطيك أحيانا ما لا يعطيك مذكرة بشرح الأستاذ أمثلته. دكتور إيش ضد رشيد؟ ضد رشيد السفيه، السفيه طبعا السفيه السفيه هو الذي الأصل في الإنسان الرشد، الأصل في الإنسان يكون رشيدا. بعض يقول كيف أطبق شرط الرشيد؟ عندما قلت لا بد أن يكون مكلف الحر الرشيد، طيب مكلف عرفنا وحر عرفنا، لكن كيف رشيد؟ رشيد الأصل في الإنسان أنه رشيد، ها؟ ما لم يحكم عليه بالحجر بسفة قد احجر عليه أولياؤه وأقرباؤه لأنه سفيه، أنفق ماله في حرام أو نحو ذلك يعتبره سفيها فيحكم عليه بالسفة. حينئذ لا بد أن يحكم حينئذ برشده حتى المنتدى للرسائل من الدين الشارك فيه. يعني أبدا ما فهمت، كان مشكلة تقنية فأنا أحتاج أن يرى كلمة العمادة.
ممكن حن... الآن كيف خليني مع بعض طبعا كل حال يعني الرسائل الخاصة هنا جيدة، الرسائل الخاصة هنا ما دامت الرسائل تصل على الخاص فهي تغني سواء تعالى عن رسائل المنتدى، تغني عن رسائل المنتدى ما في إشكال. في مراجعة ثانية من المحاضرات كلها أنا أقول لكم الآن المحاضرات المسجلة، أنا دائما أقول للطالب هنا طبعا المشكلة في ماذا؟ المشكلة في بالذات في قسمي أنا أدرس الآن تاريخ فقه مقرر آخر، المشكلة في قسم الإدارة والاقتصاد أن العدد ضخم جدا، يعني الفصل الماضي كان العدد قرابة 8000 طالب وطالبة، 8000 طالب وطالبة، فمن الطبيعي أن يكون هناك رسوب، أن يكون هناك تشكي من الأسئلة، 7000 ليس كلهم على يعني ميزان واحد في الاهتمام والمذاكرة، منهم نسبة كبيرة لا يذاكرون ولا يفتحون المنهج ويدخل اختبارهم لم يذاكر، وأنا بنفسي مررت على مراكز التعليم عن بعد والله العظيم أن بعض الطلاب يدخلوا وهو لم يفتح كتابا ولم يشاهد تسجيلا ولم يحضر لقاء حيا، ثم لا تشكو بصعوبة الأسئلة. عقلي حال يعني ما كل ما يقال في قضية صعوبة الأسئلة أو الشكوى منها هو من يعني بعض الطلاب الذين يعني يريد أن تكون الأسئلة كما يراد لها سابقا، يأخذ الأسئلة من مركز هذا نبراس أو غيره من المكتبات ثم يراجع ما فيها وخلاص تعود الأستاذ ما يأتي إلا بالأسئلة من هذه المواضع، والواقع أن هذا خطأ جسيم، لا يقع في خطأ جسيم، الأسئلة لابد أن تتجدد كل عام، الأسئلة لابد أن تزن أن تفرق بين الطالب المتميز وغيره، الأسئلة لابد أن تشمل كل المستويات، مستوى الطالب المتميز والمتوسط وأن تراعي فروق فردية، فإذا توفرت يعني يحاول الأستاذ يفترى في هذه الأسئلة. على كل حال الأستاذ لا يصحح أسئلة، الأسئلة تأتي على نمط معين وهذا ليس موجودا أيضا عند غيركم، يعني قضية الطالب يتوفر أمامه السؤال وتوضع له الإجابة هذا ما لا توفر للطالب المنتظم في الغالب، الطلاب المنتظمون يعني يكتب يخط يملأ له كراسة كراستين ثلاث كراسات أسئلة مقالية لا توضع له الإجابة أمامه ليختار منها إلا فيما ندر، بعض المقررات اليسيرة التي يكون فيها اختيار أحيانا متعدد أو صح وخطأ أسئلة موضوعية، إلا الأصل في الدراسة الجامعية في الانتظار أن كلها أسئلة مقالية، بينما أنتم يعني في نعمة عظيمة الأسئلة توضع أمامكم وتوضع أمامها الإجابات، والمطلوب منك أن يعني تمعن النظر قليلا وتفكر في قضية معرفة الإجابة الصحيحة، وفضلا عن قضية أن المنهج متاح بين أيديكم منذ أول يوم، كل المنهج المنهج كل المنهج متاح بين أيديكم أول يوم تحقق فيه بالدراسة، لأن الطالب منتظم كل يوم يأخذ شيئا جديدا، المنهج ليس بين يديه، الأساتذة يتغيرون، كل أستاذ يضع له منهج، ليس هناك كتاب جامعي، كل أستاذ يلقي، بعضهم يتوسع في نقطة بعضهم يختصر في نقطة أخرى، والطالب المنتظم يلتقط ما يعطيه أستاذه، يطلب منه الذهاب إلى مراجع معينة في المكتبة إلى تخصيص كتاب إلى آخره، وبعد هذا الكرف والجهد العظيم يأتي الطالب في نهاية العام يجمع ما تيسر من يعني أطراف هذه المادة ليذاكر فيها، يعني لاحظ المادة ما تتجمع عنده إلى في آخر فصل الدراسة، ومع ذلك يحصل منهم التفوق والحرص والمثابرة، لماذا أيضا يكون هذا أيضا في طلاب التعليم عن بعد؟ يعني الواجب على الطالب أن إذا حصل هذا المقعد ولاحظوا أن هذه الفرصة أن هذه الدنيا فرص، يعني الفرصة التي حصلت لكم الآن في التعليم عن بعد لن تحصل لغيركم، فالله الله في اغتنام مثل هذه الفرص والحرص على يعني تحصيل العلم الذي يرقى لك بأقصى ما تستطيع، بعضهم يتعذر من انشغال الوظيفة انشغال بالعمل كل ذلك ليس عذر، ما دمت التحقت وألزمت نفسك بالالتحاق فينبغي بل يجب عليك أن تفرغ لذلك وقتا
تحاول استيعاب ما يعني ألزمت فيه نفسك لأجله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة يقول من أحد من الدلالة ممكن أحيانا أضع سؤال الآن يعني يتم الجواب عليه الخاص مثلا، والأسئلة أمامكم في المذكرة، ما تحتاجها حتى ما يحتاج الإجابة المقدور على تسليمه. لا يجوز بيع السمك، لا يجوز بيع السمك في الماء، لماذا؟ لأنه غير معلوم، أو لأنه ما لأنه حي، أو لأنه غير مقطوع على تسليمه. هذه الأسئلة تأتيكم بهذا الشكل، الجواب لأنه غير مقطوع على تسليمه، لأنه غير مقدور على تسليمه. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وأستودعكم الله. ما الفرق بين غير مملوك وغير مقدور على تسليمه؟ غير مملوك غير مملوك، المراد بالسمك في الماء، السمك في الماء الذي كان يملكه ثم ذهب إلى البحر، أو الطير في الهواء الذي كان يملكه ثم طار في الهواء، أو الجمل الشارد، الحيوان الشارد الذي كان يملكه ثم هرب ولا يستطيع، أو السيارة المسروقة يملك سيارته لكنها سرقت، فبيعها حينئذ لا يقدر على تسليمها، لا يدري أين هذه السيارة، فلا يجوز بيعها، لأن لا يقدر على تسليمها. هذا فرق بين غير مقدور على تسليمه وبين غير المملوك. عندي محاضرة أخرى في مادة ثانية.